السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى وبياكم وثبتنا وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته، إنه القادر على الجليل والجلل. على عادتنا عش معي هذا اللقاء بعقلك وقلبك ووجدانك وكل كيانك، وأسأل الله العلي الأعلى أن يفقهنا في أمر ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا، هو ولي ذلك ومولاه. أمرنا الله تعالى بالدعاء وحثنا عليه وندبنا إليه في غير موضع من القرآن الكريم، فقال سبحانه: واسألوا الله من فضله، وقال جل وعز: ادعوني. هو اللي بيقول سبحانه وبحمده، هو اللي بيقول لنا ندعوه سبحانه وتعالى، هو سبحانه وبحمده اللي بيأمرنا بالدعاء. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء سلاح من الأسلحة التي يتسلح بها المؤمن، لا سيما في الفتن والمحن والإحن التي تموج بالقلوب موجا وتعصف بها عصفا. الدعاء سلاح ينتصر به المظلوم، الدعاء سلاح يعطى به المحروم، الدعاء سلاح يشفى به السقيم، الدعاء سلاح يكبت به العدو، الدعاء سلاح يجعل من الألم أمل، الدعاء سلاح يجعل البلية هدية، الدعاء سلاح يجعل المحنة منحة، الدعاء سلاح يجعل الجراح والأطراح أفراح، الدعاء سلاح مع الأسف معطل، عطله أكثر الناس إلا من رحم الله. الدعاء سلاح معطل مع أنه نافع على كل حال، نافع في الليل والنهار، في البر والجو والبحر، نافع في السفر والحضر، نافع في الفقر والغنى، نافع في الصحة والمرض. الدعاء سلاح نافع على كل حال، لكن مع الأسف عطله أكثر الناس إلا من رحم الله. الدعاء مع أنه من أسهل العبادات وأيسرها، لكنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأكرمها على الله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري وأحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. أنا عاوزك تصلي على سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتبه لهذا الكلام النفيس جيدا. أحضر قلبك وعقلك ووجدانك وكل كيانك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقول لحضرتك الدعاء مع أنه من أسهل العبادات وأيسر العبادات، لكنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ومن أكرم العبادات على الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. المحروم يا سادة من حرم الدعاء، العاجز يا حضرات من عجز عن الدعاء. بقول لحضرتك المحروم من ليس له حظ كل يوم من الدعاء، العاجز من عجز عن أن يكون له كل يوم قسط من الدعاء، العاجز من عجز عن الدعاء، المحروم من حرم من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: العاجز من عجز عن الدعاء، والبخيل من بخل بالسلام. اسمع الحديث ده مرة تانية بعد ما تصلي على سيدك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: العاجز من عجز عن الدعاء. ايه اللي منعك يكون لك كل يوم حظ من الدعاء؟ تسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة،
ليه مش قادر تعمل وقت كل يوم تشكو إلى الله عز وجل فيه همك، وتسأل الله عز وجل أن يفرج عنك، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنك؟ العاجز من عجز عن الدعاء، والبخيل من بخل بالسلام، اللي يمشي في الطرقات ما يسلمش على الناس، ولو سلمت عليه يتعجب، يبص لك مستغرب، تتعرفني بتسلم علي ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات القيامة أن يكون السلام للمعرفة، ما يسلمش عليك غير لو يعرفك. هي دي من علامات القيامة يا شيخ؟ أيوة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات القيامة ألا يسلم الناس على بعضهم إلا للمعرفة، رغم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. بقول لحضرتك المحروم من حرم من الدعاء، العاجز من عجز عن الدعاء، الداعي في معية الله رب العالمين. أنا عاوزك تستحضر المعنى العالي الغالي الفخم ده، بقول لحضرتك الداعي في معية الله رب العالمين، بالدعاء تستجلب معية الله تبارك وتعالى. طيب قل لي كده، من وجد الله ماذا فقد؟ من كان معه الله من عليه؟ بقول لحضرتك بالدعاء تستجلب معية الله جل في علاه. في صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، لفظ مسلم، وأنا معه إذا دعاني. بالدعاء يرضى الله عز وجل عنك، بالدعاء يقربك الله تبارك وتعالى، بترك الدعاء يبعدك الله عز وجل. انت عاوز تعيش مرتاح في هذه الحياة الدنيا، يبقى لازم يكون لك حظ كل يوم من الدعاء، لازم كل يوم دقائق كده تدعو الله تبارك وتعالى فيها، تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. من أسباب السعادة، بل من أعظم أسباب السعادة، أن يكون لك حظ من الدعاء. كل يوم ترفع إيديك شوية بين الأذان والإقامة، ترفع إيديك شوية بعد عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، دي من أسباب السعادة. لو أنا عملت كده أعيش سعيد؟ أيوة. الله عز وجل يحكي عن العبد الصالح زكريا قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، محال أن أدعوك وأشقى، مستحيل يبقى لي حظ من الدعاء وأعيش في ضيق، مستحيل يبقى عادة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل والطلب من الله تبارك وتعالى وأبقى مهموم أو مغموم، ما ينفعش، مش هيحصل. ولم أكن بدعائك رب شقيا، بقول لحضرتك بالدعاء يرضى الله عنك، بالدعاء يقربك الله، بغير الدعاء وبترك الدعاء يغضب الله عز وجل عليك، بغير الدعاء وبترك الدعاء يبعدك الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله يغضب عليه. خلي بال حضرتك الكلام ده مهم جدا جدا، بقول لحضرتك بترك الدعاء يغضب الله عز وجل عليك ويبعدك، بالدعاء يرضى الله عز وجل عنك ويقربك. على النقيض تماما، لو سألت حد من عباد الله من بني آدم حتى لو أعطاك مرة وسألته تاني يضجر منك ويتأفف منك، صح ولا لا؟ كان لوهب بن منبه جار جريء جدا على السؤال، يتسول على كل مائدة، يريق ماء وجهه عند كل أحد. فقال له وهب بن منبه يا أخي إنك تسأل من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويطلب منك الدعاء ويعدك بالإجابة. انت سايب الخالق وراح للمخلوق، انت سايب القوي وبتسأل الضعيف، انت سايب من يرحمك وبتطلب من لا يرحمك. اوعى تسيب ربنا وتطلب من حد غيره سبحانه وبحمده. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لله در من قال
يا رب حمدا ليس غيرك يحمد. والله ما حد ينفع يسأل إلا الله، ما حدش يستاهل تقف على بابه غير ربنا، ما حدش عنده حاجة يقدر يديها لك غيره سبحانه وبحمده، خزائنه ملأى لا تنفد. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تسجد. أبواب غيرك ربنا قد أغلقت، ورأيت بابك واسعا لا يغلق. بابه لا يغلق وبيزعل منك لو ما سألتوش. الله عز وجل يغضب لو يوم عدى عليك من غير ما ترفع يدك تسأله من خير الدنيا والآخرة. سيدنا موسى عليه السلام كان يقول يا رب إني لتعرض لي الحاجة فأستحي أن أسألكها. يبقى في حاجة أنا عاوزها بس حاجة يعني بسيطة كده، هيفا أقول بقى أنا هسأل ربنا تبارك وتعالى الحاجة البسيطة الصغيرة الحقيرة القليلة دي؟ إني لتعرض لي الحاجة فأستحي أن أسألكها. فقال الله عز وجل يا موسى يا موسى سلني حتى علف شاتك وملح طعامك. يا الله، لا صلي ووحد قل لا إله إلا الله واسمع الكلام ده مرة تانية. بقول لك سيدنا موسى بيقول يا رب إني لتعرض لي الحاجة فأستحي. قل يا رب إزاي نسألك حاجة بسيطة حقيرة قليلة زي دي؟ إني لتعرض لي الحاجة فأستحي أن أسألكها. فقال الله تعالى سلني حتى علف شاتك، العلف بتاع المعزة بتاعتك لو عندك معزة، وملح طعامك. ربنا عز وجل بيحبك تطلب منه كل كبيرة وتسأله كل جليلة وحقيرة، هو عاوزك تعمل كده، بيحب يسمع صوتك وانت بتبتهل إليه وتطلب منه وتتوسل إليه وترجوه سبحانه وبحمده. خلي بالك الدعاء باب واسع إلى الله عز وجل. انت عاوز توصل لربنا ولا لا؟ انت عاوز تتحصل على مرضات ربنا ولا لا؟ انت عاوز الله عز وجل يرضى عنك ويحبك ولا لا؟ ده هدف من أهدافك ولا لا؟ أيوة طبعا، أرجو الله عز وجل أن يرضى عني، أنا نفسي الله تبارك وتعالى يقبلني ويدخلني عليه. من أوسع الأبواب التي تدخلك على الله عز وجل الدعاء، عبادة من أحب الدعاء من أحب العبادات إلى الله، قربة من أعظم القربات إلى الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. عاوز عبادة ربنا بيحبها وتكون خفيفة وما تكلفكش حاجة؟ أيوة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم مخ العبادة ولبها الدعاء. في شعب الإيمان يقول محمد بن حامد قلت لأبي بكر الوراق دلني على عمل يقربني من الله ويقربني من الناس. شايف بيفكر إزاي؟ تخيل كده لما ربنا عز وجل يحبك ويضع لك القبول في الأرض، يا سلام، تفوز دنيا وبرزخ وآخرة، صح ولا لا؟ محمد بن حامد يقول لأبي بكر الوراق دلني على عمل يقربني من الله ويقربني من الناس. قال أما الذي يقربك من الله تعالى فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم. بعد عن دنياهم، ما تهوبش يم دنياهم عشان تبقى لطيف وخفيف ويحبوه. هم الناس كده، عايز الناس تحبك كن زاهدا في دنياهم، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بيقول له دلني على عمل يقربني من الله وعمل يقربني من الناس. فقال أما الذي يقربك من الله تعالى فمسألته، إنك دايما تسأله هو، إذا سألت فاسأل الله. ده المفروض يبقى قانون في حياتك، لما تعوز حاجة على طول انت عارف الطريق، ارفع ايدك وقول له انت عاوز ايه، ادخل في ركعتين واسأله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. هي دي السكة، هو ده الطريق السليم، هو ده الطريق الصحيح. دون هذا أنت تتعنى بغير فائدة. الطريق الوحيد اللي يوصلك لقضاء حوائجك هو الطريق إلى الله عز وجل. أوسع طريق لتتحصل على حاجاتك ورغباتك وأمانيك الدعاء. وعاوز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، وخلي بالك عشان إيه هي أهم حاجة هنقولها في اللقاء ده. لما الله تبارك وتعالى يوفقك للدعاء، اعلم أنه دليل على أن الله عز وجل يريد بك الخير ويريد أن يعطيك. لا اسمعها تاني بعد ما تصلي على سيدك رسول الله. لما الله عز وجل يوفقك ويبقى لك حظ كل يوم من الدعاء،
اعلم أن هذا دليل على أن الله عز وجل يريد بك الخير ويريد أن يعطيك، لأن طلب الفتح فتح. بقول لحضرتك طلب الفتح فتح، احفظها، تعرف تحفظها؟ طلب الفتح فتح. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. لما الله عز وجل يوفقك إن يبقى لك حظ من الدعاء، لازم تعرف إنه عاوز يديك ويريد بك الخير، يريد أن يعطيك سبحانه وبحمده. ابن عطاء الله السكندري يقول: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. يا سلام! لا لا، ما ينفعش نعدي على الجملة كده مرور الكرام، لازم تسمع تاني الكلمة دي وتوحد الله وتصلي على سيدك رسول الله. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. خلي بال حضرتك من هذا الكلام، لأنه بيت القصيد وعليه يدور راح اللقاء. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا رزقني الله عز وجل الدعاء لن يحرمني الإجابة. خدت بال حضرتك من الفلسفة دي؟ تفهم الكلام المهم ده؟ بيقول: إني لا أحمل هم الإجابة إنما يشغلني الدعاء، فإذا رزقني الله عز وجل الدعاء لم يحرمني الإجابة. علشان كده لما تسمع أدعية السلف الصالح تلاحظ إن الكلام اللي كان بيجري على ألسنتهم وهم بيدعوا الله تبارك وتعالى، الله عز وجل اللي كان بيرزقهم به. الكلام اللي كانوا بيدعوا الله تبارك وتعالى به تحس إنه كان رزق، تحس إنه كان فتح، كان مدد من الله عز وجل. واحد من السلف الصالح كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إن كان رزقي في الأرض فأخرجه. أنا عاوزك تقول ورايا، حتى لو مش هتستفيد من اللقاء ده غير إنك تربح الدعوات دي ولعلها تكون ساعة إجابة، الله عز وجل يقول: قد استجبت. تدعو الله عز وجل بدعوة فيستجيبها الله تبارك وتعالى لي ولك. أسأل الله عز وجل أن يستجيب منا ومنكم، قولوا آمين. واحد من السلف كان لما يدعو الله عز وجل يقول: اللهم إن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي بعيدا فقربه، وإن كان رزقي قريبا فيسره، وإن كان رزقي يسيرا فثمره، يعني بارك، وإن كان رزقي مثمرا فاجعلني لك من الشاكرين. الله، شايف الجمال؟ شايف الكلام الغالي ده؟ كلام يستحق أن يكتب بماء العيون. بقول لحضرتك أحيانا تحس إن الدعاء بيبقى رزق وفتح ومدد من الله رب العالمين، هو اللي ساقه على لسانك سبحانه وبحمده. سيدنا الإمام الأصمعي يقول: رأيت رجلا أمام القبر الشريف. أنا عاوزك بالله عليك تسمع هذه القصة بأذني فؤادك، تعرف كده زي ما بيقولوا تغمض عينيك وتستحضر المعنى الجليل ده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا عاوز أكد لك بس إنك رابح، مجرد إن يبقى لك حظ من الدعاء وربنا يرزقك وقت كل يوم تدعو الله عز وجل فيه، ده أكبر مكسب. أنت كسبان، حتى لو تهيأ لك إن الدعوة لم تستجب. أوعى تبطل دعاء، أوعى تبطل قرعة على الباب. هو الشيطان عاوزك تقول: هو أنا ربنا يستجيب ليا؟ هو أنا ربنا يسمع مني؟ اوعى اوعى تبطل تسأله سبحانه وبحمده. الإمام الأصمعي بيقول: رأيت رجلا أمام القبر الشريف، قبر رسول الله، اللهم احملنا إلى الحج والعمرة مرارا وتكرارا أعواما عديدة يا رب العالمين. بيقول: رأيت رجلا أمام القبر الشريف مستقبلا القبلة يدعو الله تعالى ويقول: اللهم إن هذا حبيبك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول: اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، اللهم إن تغفر لي يفرح حبيبك ويحزن عدوك وينجو عبدك، وإن لم تغفر لي يحزن حبيبك ويفرح عدوك ويهلك عبدك. اللهم إن العرب الكرام كانوا إذا مات فيهم سيد أعتقوا الرقاب والعبيد على قبره كرامة له،
اللهم إن هذا قبر حبيبك سيد العالمين وأنا عبد من عبادك، فاعتق رقبتي كرامة له. فقال له الأصمعي: يا رجل، ظني بالله أنه قبل منك وعفى عنك لحسن سؤالك وأدبك في الطلب. بقول لحضرتك الناس دي كانت بترزق الدعاء، عشان كده ما كانتش بتحرم الإجابة. سيدنا الإمام الأوزاعي مرة بيطوف بالكعبة: اللهم احملنا إلى الحج والعمرة مرارا وتكرارا. يا رب كل اللي بيشوفنا دلوقتي يرزق الحج والعمرة مرارا وتكرارا يا رب العالمين. مرة الإمام الأوزاعي بيطوف حول الكعبة، رأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة يدعو الله عز وجل ويقول كلام عجيب جدا. الرجل متعلق بأستار الكعبة يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني ضعيف كما ترى، وعيالي قد تعروا كما ترى، وناقتي، حتى الناقة بيكلم ربنا عن الدبة بتاعته، عن الناقة بتاعته، اللهم إني فقير كما ترى، وعيالي قد تعروا كما ترى، وناقتي ضعيفة هزيلة كما ترى، فما ترى يا من ترى ولا ترى. يا سلام على الكلام الجميل العجيب ده. طب هقوله لك تاني بعد ما تصلي على سيدك رسول الله. الإمام الأوزاعي رأى رجلا عند الكعبة يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني فقير كما ترى، وعيالي قد تعروا كما ترى، وناقتي ضعيفة هزيلة كما ترى، فما ترى. انت شايف ايه؟ ايه اللي انت عاوزه؟ انت بس ايه اللي يرضيك؟ انا راضي باللي انت راضي عنه، انا عاوز اللي انت عاوزه. فما ترى يا من ترى ولا ترى. قال الإمام الأوزاعي: فرأيت رجلا يهتف به من خلفه يقول: يا سعد يا سعد، أدرك عمك فقد هلك بالطائف. عمك مات وخلف خلفه 1000 نعجة و300 ناقة و4000 دينار و4 أعبد و3 سيوف يمانية، امض فخذها فإنه ليس له وارث غيرك. قال الأوزاعي: فقلت له: يا سعد، إن الذي كنت تدعوه لقد كان منك قريبا. قال: أجل، أولم يقل سبحانه وبحمده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. علشان كده اطلب من الله عز وجل، ألح على الله تبارك وتعالى في الطلب، اعلم أنك تسأل من قادر، ما تخليش سقف لطلباتك، اوعى تخلي سقف لرجائك من الله عز وجل. سيدنا سليمان قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما هوش حاطط سقف لأنه بيسأل قادر قريب مجيب معطي سبحانه وبحمده. اوعى تعمل سقف لدعائك، بس انت ادعو الله عز وجل دايما. اوعى ذنوبك تمنعك من الدعاء، اوعى ذنوبك تحوشك عن الله عز وجل. اوعى تقول انا المذنب اطلب من الله، ده انا عامل بلاوي هيسمع مني وهيديني. يا اخي الله عز وجل استجاب من ابليس، صح ولا لا؟ ابليس قال: ربي انظرني الى يوم يبعثون. قال: فانك من المنظرين. اوعى تبطل تسال الله عز وجل، بس اسال الله عز وجل وانت مفتقر وانت خاضع وانت ذليل. اوعى تسال الله وانت معجب بنفسك او مستغني. قال سبحانه: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا. بلاش تتعدى وانت بتدعو الله عز وجل. لما تشوف مثلا طالب وهو داخل الامتحان يقول: اللهم اني اسالك فهم النبيين، يا راجل يا راجل عيب، ده تعدي في الدعاء. لما انت عاوز تتحصل على مقام النبيين يبقى فين شرف الانبياء ومقامهم؟ وده تعدي في الانبياء، تعدي في الدعاء. ايوه، لما تسال الله عز وجل تسال الله تبارك وتعالى بتواضع، ما تقولش فهم الانبياء والمرسلين وحفظ الملائكه المكرمين وما اعرفش جابوا منين الدعاء ده. اسال الله عز وجل التيسير ان يسر عليك الامتحان وجعله برضه وسلام عليك عموما، لكن ما تخشش تقول: اللهم اني اسالك فهم النبيين، حته واحده، واسال الله تبارك وتعالى ان ييسر الامتحانات على ابنائنا وبناتنا انه ولي ذلك والقادر عليه. فاوعى حاجه تحوشك عن الدعاء. واغنم بقى، اغنم في الدعاء، اغنم وقت زي وانت ساجد. تعرف لو تعرف فضل وقدر السجود والله ما هتشبع من السجود.
تعرف انك اقرب ما تكون من الله عز وجل وانت ساجد؟ في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر الدعاء في السجود. عاوز تحس انك قريب من ربنا عز وجل، حاسس انك في وحشه وحاسس ان عاوز ربنا عز وجل يلم عليك شعث قلبك، انطرح ساجدا وهتبقى اقرب ما تكون من الله عز وجل. ربنا بيقول كده: واسجد، ويحصل ايه؟ واقترب. واحد بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه. قال له: اعني على نفسك بكثره السجود. اغتنم وانت ساجد واسال الله عز وجل من خير الدنيا وخير الاخره. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كمان اغتنم وقت غبشه الليل. وقت غبشه الليل يعني زي ايه مثلا؟ وقت السحر. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم: ان في الليل ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. إيه كمان عشان ربنا يستجيب دعائي؟ أنا عندي حاجات كتير جدا عاوزها من ربنا، أعمل إيه عشان الله يتقبل مني؟ كمان احرص على الدعاء لعباد الله بظهر الغيب. إزاي؟ لو أنت عاوز حاجة من ربنا عز وجل اطلبها من ربنا لحد تاني محتاجها زيك من ربنا عز وجل. لو انت مريض وعاوز الله يشفيك، نشن على حد مريض وادعي له بالشفاء. الله عز وجل يستجيب لك ويعطيك مثل الذي طلبته لاخيك. لو واحد مدين وانت عارف انه مدين وانت نفسك تأدي دين عليك والله عز وجل يسد عنك، ادعو لهذا المدين ان الله يسد عنك. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا لاخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل. قال عليه الصلاة والسلام: أسرع الدعاء إجابة. اللي بيقول الدعاء بيطول معايا شوية وممكن أدعو ربنا مدة طويلة والإجابة تيجي يعني متأخرة، أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. اللي تعرفه من عباد الله مكروب ادعي له الله يفرج عنك، اللي تعرفه من عباد الله مريض ادعي له الله يشفيك ويرفع عنك. خلي بالك، أفضل دعاء وأسرع دعاء يستجاب بعد حاجة أنت عملتها في حد من عباد الله ابتغاء وجه الله. يعني إحنا بنفكر إن شاء الله رب العالمين يبقى لنا مبادرة كده وننزل كده كلنا مع بعض، يعني تعال أنت لو مهموم ولا مكروب ولا عندك أزمة تعال يعني ننزل كده نعمل قافلة إن شاء الله رب العالمين، يكون بالتنسيق مثلا مع إدارة القناة وبإشراف مؤسسة زي صلة، وننزل على قرية فقيرة. تعال معانا كلمنا، ويا رب نبقى خمسة، نبقى اثنين، نبقى ثلاثة. انزل معانا على قرية فقيرة وادخل على واحد مهموم وخليه يضحك وروح شوف ربنا عز وجل هيعمل معاك ايه. تعال معانا على واحد عيان وهات له برشامة واتفرج على اللي هيحصل معاك. بقول لك افضل دعاء بعد حاجة تكون عملتها ابتغاء مرضاة الله في عبد من عباد الله عز وجل. ادعو لكل الناس، ادعي لابنك ان الله يهديه ويقر عينك بيه. زوجتك تعباك ادعي لها في جوف الليل، ادعي لها دبر الصلوات، ادعي لها بين الاذان والاقامه. مره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان عند السيده عائشه وكان نائما على فخذها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه: فجعلت اتصفح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يرزقنا جميعا رؤيه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجواره في الجنه. قولوا امين. النبي عليه الصلاه والسلام حاطط دماغه على حجر السيده عائشه وهي عماله تصافح وجه رسول الله. فقالت: والله يا رسول الله لأنت أحق بقول الشاعر، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فتبسم النبي ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت، واغفر لعائشة ما أخرت، واغفر لعائشة ما أسرت، واغفر لعائشة ما أعلنت، واغفر لعائشة ما أنت به أعلم. فضحكت أمنا عائشة حتى سقطت رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: رضيتي؟ فرحتي؟ قالت له: كيف لا أفرح وقد دعوت لي بهذا الدعاء يا رسول الله؟ قال: والذي بعثني بالحق هو دعائي لسائر أمتي في كل صلاة، هو دعائي لكل أمتي في كل صلاة. أنا عايز أقول لحضرتك الدعاء للناس بظهر الغيب. ادعو الله تبارك وتعالى وأنت موقن بالإجابة. وزي ما بقول لك كده، بعد ادعو بعد طاعة، شوية قرآن وبعد كده ادعو الله. صدقة وبعد كده ادعو الله.
ركعتين بنية قضاء الحاجة وبعد كده ادعو الله. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنا عاوز المرة اللي فاتت ما أمكنش إن احنا نستقبل اتصالات حضراتكم، إن شاء الله بإذن الله من الآن حتى آخر الحلقة يعني نستقبل مكالمات حضراتكم بإذن الله عز وجل. لكن الموضوع ده موضوع مهم وموضوع جليل، ما ينفعش بعد الآن يعد عليك يوم من غير ما يكون لك حظ من الدعاء. ولازم وانت بتدعو تبقى عارف ان انت بتسأل قريب مجيب معطي سبحانه وبحمده، وما تجربش مع ربنا. قلت لك قبل كده ربنا ما بتجربش معاه سبحانه وبحمده. عشان كده عاوز حضرتك تعرف ان الله تبارك وتعالى لا يرد سائلا ولا يخيب امل آمل سبحانه وبحمده. وما تقولش ذنوبي بقى، انا مع الذنوب اللي انا فيها دي ممكن الله يعطيني، ممكن الله جل يقربني، ممكن الله تبارك وتعالى يستجيب مني. عارفين ابو نواس الشاعر اللي هو كان في العصر العباسي، شاعر معروف جدا ومن اشهر شعراء العصر العباسي. ابو نواس ده رجل كان معروفا بالمجون، كان معروفا بالمعاصي، وله نوادر ولطائف وحكايه حتى من اللطائف اللي تحكي عنه انه مره كان ماشي في بعض السكك ومعاه زجاجه فيها خمر، فلقيه هارون الرشيد فقال له: ما هذا يا ابا نواس؟ ايه اللي معاك ده؟ قال له: اللي معايا ده لبن. قال له: وهل لون اللبن احمر؟ انت بتتكلم في ايه؟ اللبن لونه احمر؟ فقال: احمر خجلا منك يا امير المؤمنين. فنظر اليه هارون الرشيد ثم مضى. كان معروف بال يعني له نوادر وله لطائف وله طرائف. الراجل ده لما مات ذهبوا الى رجل اسمه محمد الواعظ. اسمه ايه؟ محمد الواعظ. كان عالما جليلا في زمان هذا الرجل. لما الرجل ده مات راحوا له قالوا له: جارك ابو نواس مات، تعال بقى عشان تتولى تغسيله وتكفينه. فقال لهم: والله انا كنت جاره وعارف بلويه وعارف مخرجه ومدخله، فممكن يكون في نفسي شيء منه، فبلاش اتولى انا الامر ده، فخلي اي حد غيري يتولى الموضوع ده، بلاش انا. وبالفعل قال لهم: انا يعني اي حد غيري يغسله. فذهبوا الى غيره ليغسله. الرجل روح بيته محمد الواعظ ده واخذته سنه من النوم، خدته سنه من النوم، نام. فراى هذا الرجل في المنام فبيقول له: ماذا صنع الله بك؟ ماذا فعل الله عز وجل لك؟ ربنا عمل لك ايه؟ قال: غفر الله لي وعفى عني. الله تبارك وتعالى عفى عني وغفر لي وقبلني. قال له: بإيه؟ قال: بتوبة تبتها قبل موتي، وبأبيات كتبتها قبل موتي. قال له: فين الأبيات دي؟ قال: زورتها، يعني كتبتها في ورقة، وهذه الورقة موجودة في ثيابي. فأسرع إلى بيتي فوجده يعني مطروحا على السرير بتاعه، لسه ولا حد نزع عنه الثياب ولا حد غسله ولا حد عمل أي حاجة. فعمل إيه؟ فضل يقلب في جيوبه فوجد ورقة مكتوب فيها: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي سواك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. فبكى وقال: والله ما أجر الله عز وجل على خاطره هذا الكلام ليعذبه، والله ما أجر الله عز وجل هذا الكلام على لسانه إلا لخير أراده به. وقام وغسله وتولى أمره حتى دفن ودعا له بخير. عايز أقول لحضرتك إن ما أنتش عارف إيه اللي ممكن يدخلك على الله عز وجل. بيقال إن مرة سفيان الثوري كان في رحلة تجارة هو وبعض أصحابه، وهم ماشيين خرج عليهم لصوص سكوهم كتفوهم وأخذوا الأموال اللي معاهم، حتى الطعام اللي كان معاهم خدوه وقعدوا ياكلوا، الناس متكتفة واللصوص بياكلوا الأكل بتاعهم. فلاحظهم ان شيخ المنصر بتاعه ما بياكلش، فقولوا: انت بتاكلش ليه؟ الاكل ده اكل طيب، اكل يعني شهي، اكل كويس، كل معاه، ما بتاكلش معاهم ليه؟ انا عارف ان الاكل ده اكل طيب جدا، كله. قالوا: لا معلش انا صايم. قال: صايم؟ صايم ايه؟ صايم يا عم؟ ده انت قطعت علينا الطريق واخدت مالنا ومبهدلنا اخر بهدله ومكتفنا، صايم؟ قال: تركت بابا مفتوحا بيني وبين الله لعله أن يدخلني عليه يوما. مش بعيد في يوم من الأيام
يدخلني عليه ويقبلني، مش حابب اقفل كل الابواب، سايب باب موارب كده. انا عارف ان خارب الدنيا، بس انا سايب باب بيني وبين الله عز وجل، يمكن ادخل على الله تبارك وتعالى في مره من المرات، في وقت من الاوقات انا سايب باب بيني وبينه سبحانه وبحمده. قال سفيان: والله ما مر الا قرب عام ووجدته عند الكعبة يصلي ويدعو الله عز وجل ويتوسل إليه ويبكي. بإيه؟ بالباب اللي كان سايبه موارب ده. فلما تسأله كل يوم تقول: يا رب أنا مبتلى بالذنب الفلاني، وأنا عارف إن أنا ما بطلتوش لسه، بس أنت تستطيع إن أنت يعني تهديني من هذا الذنب وتعافيني منه. وأنت عارف إن أنت ممكن بعد ما تخلص دعاء تضعف وتعمل الذنب ده تاني، بس أنت بتقول: يا رب اصرفه عني بقى، عافيني يا رب. عارف انك عيان والموضوع تعبك ورحت لاكثر من طبيب، بس بترفع ايدك وتقول: يا رب انت عارف ان انت تستطيع بكن فيكون تشفيني. على فكره اوعى تفتكر ان في حاجه اسمها مرض ملوش علاج. ده اكذوبه السرطان اللي ملوش دواء، واكذوبه مش عارف الوباء الفلاني اللي ملوش علاج. مفيش علاج، مفيش دواء من غير علاج. قال صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله من داء الا وجعل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فوانت بتسأل الله تبارك وتعالى اعرف انه قادر يشفيك، اعرف ان الله عز وجل قادر يصرف عنك، اعرف ان الله تبارك وتعالى قادر سبحانه وتعالى ان يعني يعطيك ويفرج كربك. ما فيش حاجة صعبة عليه سبحانه وبحمد. وزي بقول لك كده، تحين الاوقات الفاضلة زي ايه؟ زي غبشة الليل، زي السجود، دبر الصلوات. بعض الناس فاكر ان دبر الصلوات يعني بعد ما خلص صلاة وخلص اذكار ما بعد الصلاة، الناس بيقولوا اذكار ختام الصلاة. ختام الصلاة تسليم، انما الاذكار اللي اخر الصلاة دي اسمها اذكار ما بعد الصلاة. والدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال دبر الصلاة ده بعد التشهد، بعد التحيات وقبل ما تسلم، اطلب من الله عز وجل ما شئت. انما بعد الاذكار ترفع ايدك وتدعو، سيدنا النبي ما عملش كده خالص. أمال بيقول ادعوا الله عز وجل دبر كل صلاة، يقصد بعد التحيات وقبل التسليم. كمان بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن، يسأل الله عز وجل خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل. بعد كل عبادة لو قرأت شوية قرآن، انتهز الفرصة بقى واسأل الله عز وجل ما شئت، لأن الدعاء بعد العبادة مستجاب. لما تتقرب إلى الله عز وجل بأي قربة، ادعو الله تبارك وتعالى بعدها، لأن ده وقت يرجى فيه إجابة الدعاء. كمان اطلب من كل الصالحين اللي تتوسم فيهم الخير الدعاء. كل ما تتوسم في حد الخير، كل ما تتوسم في حد الصلاح، اطلب منه الدعاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له: يا رسول الله تأذن لي في العمرة؟ والحديث في سنن الإمام في 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 سنن الترمذي بسند حسن. قال عمر: قلت يا رسول الله تأذن لي في العمرة؟ قال: اذهب ولا تنسانا من دعائك يا أخي. يعني ممكن تطلب الدعاء ممن هو أدنى منك، لأن لله عباد إذا رفعت حواجبهم قضيت حوائجهم. سيدنا النبي بيقول لسيدنا عمر: لا تنسانا من دعائك يا أخي. فكل ما تشوف حد من أهل الفضل أو من أهل الصلاح أو من تتوسل فيه الخير، تقول له: اذكرني في دعائك، اذكرني عند ربك. كل ما تشوف حد من أهل الصلاح قول له: اذكرني عند الله. وانت في خلوتك كده قول له: يا رب فلان ده مذنب توب عليه، يا رب فلان ده مريض اشفيه، يا رب فلان ده فقير اغنيه، يا رب فلان ده ملوش غيرك. ما تحوجوش لحد وما توقفوش على باب غير بابك. واطلب كمان الدعاء من والديك. عايز دعوة تستجاب وبتطلبها من ربنا بإلحاح، اطلب الدعاء من الأب والأم. مش هنفوت رمضان إن شاء الله من غير ما نتكلم عن بر الوالدين، لأن الموضوع جليل وخطير. فعشان كده بقول لحضرتك: اغنم والدك والدتك، اطلب منهم الدعاء، واعلم أن الله تعالى قريب مجيب. نلتقي بإذن الله عز وجل في الثلاثاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.